بالنسبة للرواتب وصلت البنوك كاملة؟ الرواتب كل شيء كان تمام يوم الأربعاء بعد اتصالات طبعا مع بعض البنوك اللي كانت يعني موقف الصرف، ما تلقيناش ولا أي مكالمة من أي أسير. نعم. راحوا على البنوك وانصرف لهم. كل احترام، هذا أبسط شيء ممكن يتقدم لأسرانا اللي قدموا أرواحهم دمائهم سنين عمرهم من أجل أن نحيا بكرامة وحرية.